إذن مشاهدينا، كنتواجدوا بشارع فلسطين بمدينة المحمدية، بعالية المحمدية، كما وعدناكم. ريبورتاج حول مشكل الأزبال الذي تتخبط فيه مدينة المحمدية. إذن كما تشاهدون، مشكل الأزبال الذي تتخبط فيه مدينة المحمدية حالة الليلة من شارع فلسطين. إذن كما تشاهدون، الأزبال بالقرب من الساكنة والمارة، وهذه هي مدينة المحمدية، مدينة السياحة والرياضة والثقافة، التي أصبحت بطبيعة الحال مدينة الأزبال ولا تحرك للمسؤولين. إذن لكم التعليق، حتى الحاويات متهالكة كما تشاهدون، لا توجد حاويات بالعدد الكافي. انظروا، إذا شوفوا، نتكلم بالدارجة من الأحسن، واش هذه هي الحاوية ديال جمع الأزبال بمدينة الزهور بجماعة المحمدية، ثاني أكبر جماعة من حيث المداخيل. إذا هذه هي الحاوية، وهذه هي الأزبال. إذا المجلس البلدي الذي نطالبه بالتحرك من أجل هذه الأزبال ومن أجل مواضيع كثيرة، فإنه طبعا يعاني عدة مشاكل وإكراهات داخل فريقه الحاكم للمجلس. إذا مشكل كبير تتخبط في مدينة المحمدية في عدة مجالات، ومن بينها البيئة، مشكل الأزبال كما تشاهدون بالصورة. إذا كنت واجد للذين انضموا إلينا، نتواجد بشارع فلسطين بعالية المحمدية، الأزبال كما تشاهدون. ومن جديد نفتح هذا الملف الذي يبدو أنه لن يطوى. إذا لكم التعليق. إذا حالة الليلة نكررها، هو مشكل الأزبال. الغريب في الصورة هو عدد كبير من الأكياس البلاستيكية التي حاربتها الحكومة، لكنها تتواجد بكثرة وبكثرة هنا وسط هذه الأكوام من الأزبال. كان الله. إذا نشكر عمال النظافة صراحة، ولا نشكر طبعا الشركة، ولا نشكر المجلس البلدي. رجل النظافة هو في الآخر هو مواطن من سكينة المحمدية. طبعا حتى الآليات، زعما لو شفتوا الشطاب اللي كيشطب بها، راه الله غالب، لا آليات. إذا هذا شارع فلسطين بمدينة المحمدية، وكنت مع هذه الحالة، ولكم التعليق، وإلى محطة أخرى إن شاء الله. إذا إلى اللقاء. الأزبال بأهم شوارع مدينة المحمدية، وهو شارع فلسطين بجوار حي ربما، وحي وإعدادية الشناف، إعدادية شباب سابقا، وبالقرب من الحرية. إذا هذه هي مدينة المحمدية، مدينة الأزبال. إذا سنفتح هذا الملف إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة، وإلى أن تتحرك الجهات المعنية، وعلى رأسها جماعة المحمدية، ومن بينها أيضا أساسا عمالة المحمدية. نتمنى من السيد العامل أن يتحرك شخصيا لهذا الملف. نتمنى من المسؤولين أن يخرجوا ليلا، نتمنى السيد العامل أن يخرج ليلا إلى مدينة المحمدية ليشاهد الأزبال، ليشاهد احتلال الملك العمومي، ليشاهد البناء العشوائي في المحمدية، في كل جماعات المحمدية. إذا نأخذ عهدا أننا سوف نتحرك لكشف كل هذه المسائل، ونتمنى أن المسؤولين يتحركوا أيضا، ونتمنى من جمعيات المجتمع المدني أن تتحرك. كفى صمتا ابتداء من اليوم إن شاء الله. ابتداء من اليوم سوف نكشف الغطاء عن أي شيء. إذا إلى اللقاء.